لك عارفين اللي ماهيش مش كومباتي سهلة كما نعرفوا الناس كل كيب كبيرة ياسر عنده جولات بهين ما يهمناش الكلام اللي قاعد يتقال توا اللي هي ماهيش في أحسن حالاتها عندها معناها جولات بهين ينجموا يزيدوا يعاونوها توا إن شاء الله البليز امبورتون معناها لازم نعرفوا باش نتعاملوا مع المباراة هذه سيرتو اللي هذا في بلادنا إن شاء الله نحاولوا نخرج بريزيتا بوزيتيف ان شاء الله. الضغط هو ديما موجود الضغط في الكوره هذيك هي مسلسل بها الحكايه ضغط علينا وعليهم حاجه عاديه نعيشوا بها الضغط ما تنجمش معناها تلعب في الضغط زايد باش تلعب الكوره دونك حاجه عاديه سي نورمال. فيزيوناج اعطانا برشا نقاط ضعف قاعدين نركزوا معناها باش نحاولوا نمسوهم في الحكايات هذيك ان شاء الله ما نهبلوش كما قلت لكم ونحاولوا نلعبوا معناها بذكيه على الاخر. خاطر كان باش تهاجم زاد برشا باش تلقى لي سباس واللي يضروك زاد هكاك ان شاء الله قدرة ربي معناها نعديو الافضل اول حكايه لازم ما نقولوش حتى بونتو ولازم نحاولوا نركيو ان شاء الله باش نمشيو غادي في رياحيه ونترشح. ده حسام تقى واحد من اللعيبه الحقيقه المميزه في فريق اتحاد المنستيري وده كلامه على المباراه اللي ما راحش بعيد يعني في حدود طبعا اللي انا قدرت استوعبه من كلامه وأحطه كمان على كلام داركونوفيتش اللي عرضناه لحضراتكم في بدايه الحلقه. الناس مدركه تماما او كلامهم تركيزهم كله فكره انه اللي هتقدر تعمله مع الاهلي اعمله في تونس لانك هتروح في القاهره بعد كده الدنيا صعبه. وداركونوفيتش اتكلم في نفس الجزئيه برضو انه اهم حاجه بيحاول يعملها في ماتش بكره انه يحاول يسجل في مرمى النادي الاهلي لانه مدرك تماما وجرب الراجل ولعب معانا بس لما كان بيقوده فاق الصيف طبعا في النسخه الاخيره من دوري الابطال فعارف ان يعني الاهلي في القاهره مباراة بتكون في غاية الصعوبة. فحسام توقع بيأكد على نفس الفكرة انه بكرة هيحاولوا ان هم يلعبوا على نقاط الضعف زي ما هو بيتكلم ويحاولوا يعني يكونوا مصدر خطورة على النادي الاهلي ويحاولوا يعملوا افضل نتيجة ممكنة في ملعبهم في تونس قبل طبعا مباراة العودة اللي هتكون يوم السبت الاسبوع اللي